عالم الموضة عالم كبير وواسع، عالم مرتبط بالفن والإحساس بالجمال. الله، ولا غلطة. I love the look. اليوم شفنا إبداعات خارج عن المألوف. حلقات مشوقة تجمع ستايلات كثيرة بالموروث الثقافي السعودي. ستايلست من حول السعودية حنشوف إبداعهم بتنسيق المظهر بالكامل. مرفت مكي، فرح الخالد، مشاع السباعي، دولي أحمد، درست إعلام، وأنا ممثلة، درست UK and USA law. أخصائيتي تجميل روان العمر حنين خوج يرافقان ستايلست لمساعدتهم في إكمال اللوك بكافة المواضيع والتحديات. اللاشز أخليها بلون الفستان، ممكن أحط الإكسترسات على نهاية العين لأنه عشان نبرز اللوك حق النجوم. يقدم برنامجنا خبيرتي الموضة والجمال ريم فيصل، مصممة أزياء متميزة بخبرتها في تصميم الفساتين. هاي بيبي. قدمت إسهامات مهمة ومختلفة في الإرشاد الشخصي بعالم الموضة. أما تلفزيونياً فظهرت كمرشدة في برنامج الموضة الأشهر على قناة MBC Project Runway Middle East. وأخيراً ريم فيصل تركت بصمة بكل مرحلة من مراحل تطور الموضة السعودية. نجلاء زيني شخصية رائدة في صناعة الجمال، تعتبر أول ميك أب أرتست سعودية متخصصة في تزيين المشاهير والعرايس، معروفة بقدرتها على إظهار ملامح المرأة لطلة متألقة على الريد كاربت وفي أضواء التلفزيون القوية. اعتمدت نجلاء من قبل أكاديميات عالمية معروفة. يظهر شغفها بعملها في كل حركة فرشاة، وبفضل مهاراتها أصبحت نجلاء الخيار الأول للكثيرين. ريم ونجلاء هم أيضاً أعضاء بلجنة التحكيم مع ضيوف بارزين بيثروا محتوانا. اللوك مستوحى من التراث الحجازي. اللافندر فكرته جميلة جداً، صراحة أبدعت فيه. كل حلقة موضوع، شعر خيل، ليل وقمرة، نسيم جبل وشبة نار، وكل موضوع مصدر إلهام لتحديين مو سهلين. اللي مطلوب منكم تحضروا لوك فانكي، ابتكروا لوك مستوحى من بحر أملج، في منافسة ودية تحصل فيها كل ستايلست على مهارات ونصائح كثيرة. رموش أطراف تطلع حلوة، تمشي مع الوينج لاينر الذهبي يخلي اللوك مسائي. والستايلست اللي حتحصل على مجموع نقاط أكثر حتفوز بلقب أحلى ستايل. مبروك، أنت الفائزة. كل هذا في استديو ستايلي. بيقولوا خبراء الموضة إن مظهرنا بيعطي الناس فكرة عننا، فالمظهر اللي نعتمده بيعطينا مساحة للتعبير عن شخصيتنا، وهذا بيخلينا نهتم أكتر وأكتر بتنسيق اللوك بالكامل. خلونا نشوف مين الستايلست اليوم. اسمي مشاع السباعي، عمري 27 سنة، من الرياض. من وأنا صغيرة أحب الفاشن وأحب أركب قطع على بعض وأشوف المشاهير على الريد كاربت وأشوف الدريسز حقتهم. قبل سنتين كان عندي براند عبايات، كنت أنا المصممة والموديل برضو في نفس الوقت، بس اضطريت مع الأسف أني أوقف، بخصوص أن أنا بديت جنب شغلي دراسة. درست نيرسينج، حالياً أشتغل as ICU nurse، بنفس الوقت قاعدة أدرس ماستر كارديوفاسكولر. بسبب دراستي وشغلي ما قدرت إني أعطي فاشن وقت كافي عشان أنمي هذا الشيء فيني. قررت اليوم إني أجي لاستوديو ستايلي عشان أكتسب خبرة أكثر وأتعلم من الزملاء اللي موجودين معنا اليوم. حلمي إني أصير معروفة بمجال الفاشن، وأتمنى إن استوديو ستايلي حيفتح لي أبواب كثيرة عشان أقدر أحقق حلمي. اسمي مرفت مكي، من جدة، عمري 29 سنة، درست كيمياء عامة، خريجة جامعة الملك سعود بجدة. صح تقول خريجة كيمياء عامة بس إيش جابها في الفاشن؟ أنا عندي هوس في الفاشن، أحب أنسق، أحب الأوتفيت. كثير يدعموني في هذا الموضوع، سواء من أصدقاء، أهلي مثلا يقولوا لي أنت ما شاء الله لبسك مرة حلو، أنت الميك اب حقك مرة حلو، أنت ليش أصلا ما تدخلي هذا المجال؟ وهذا الكلام أصلا في الأخير يشجع الشخص. أنا موجودة الحين باستوديو ستايلي لأنها فرصة مرة حلوة بالنسبة لي، وراح أوريك إمكانياتي.
أهلا وسهلا فيكم ميرفت ومشاعر. أهلا. جدا متحمسين لكم. أنتم متحمسين؟ أكيد مرة. شام. أنا وريم رح نقيم لوكات التحديات اليوم، لكن مو لوحدنا، معانا ضيف شرف. ضيفتنا المميزة اليوم عارضة أزياء وممثلة، استطاعت بقوة شخصيتها وجمالها أن تصبح حديث الجميع من أبرز مسلسلاتها دفعة لندن وبنات الملاكمة. عرفتوها صح؟ أكيد. تعتبر من أبرز الممثلات السعوديات، بدأت مسيرتها الفنية عام 2017 من خلال تقديمها للعديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الروائية. فبعد نجاح تجربتها الأولى، قررت أن يصبح التمثيل هو مجال عملها. في عام 2018 شاركت في مسلسل قصص بشر ومسلسل شير شات، وفي عام 2019 رشحت في مهرجان البندقية السينمائي فينيس فيلم فاستيفال للجائزة الرسمية عن دورها في فيلم The Perfect Candidate، وشاركت في الفيلم الأمريكي Desert Warrior اللي تصور في العلا. بالإضافة لهذا شاركت في بعض المسرحيات السعودية، معنا النجمة ميلا الزهراني. مرة انبسطت لما شفتها، تجنن، مرة لطيفة والأوتفيت حقها مرة حلو. وبكده اكتملت لجنة التحكيم. متحمسين؟ شايف الحماس؟ أكيد جداً. مرة كذا قلوب سعادة، كنت مرة مبسوطة. ميلا من أكثر الأشخاص اللي أشوف فساتينها على الريد كاربت، بالنسبة لي 10/10. وسع صحراء المملكة العربية السعودية بيخليها موقع مثالي لمحبي رصد النجوم. فضاء قمر العلا، الوديان والجبال المتقنة في خلقها تجعلها خيار مثالي للي بيحاول الابتعاد عن ضوضاء المدينة الصاخبة. أيضاً الأجواء هذه مثالية للتأمل في جمال وروعة ضوء القمر. فلقمر العلا ضوء مشع يرسم لوحة فنية تشكيلية يتغنى بها الشعراء. ميلا، ممكن تقولي لمشاعل وميرفت عن تحدي اليوم؟ أكيد بقول لهم، مطلوب منكم شيء مرة بسيط، تسووا لنا تصميم إبداعي ومختلف مستوحى من قمر العلا ومن النجوم، يعني شيء كذا فيه لمعة. صراحة انبهرت، حبيت، يعني أحب الأشياء اللي فيها جليتر وتحدي وفاشن وجريء، وأصلاً أنا أسوي لوكات زي كذا كثير، هذا يعني ملعب زي ما يقولوا. أهم شيء عندي الموديل اللي بتطلع فيه تكون كذا، يعني كلنا ما نقدر نشيل عنها. تحدي جداً صعب، لأني أنا ستايلي أكثر كلاسيك، ماني من النوع اللي ممكن ألبس أنا بنفسي جليتر شيء فيه كذا لمعة كثير. المطلوب منكم تنسيق لوك مختلف عن السائد في السوق العام. اللوك هذا يحتاج لجرأة وتنسيق دقيق. في الميك اب تقدروا تستوحوا من لون السماء في الليل والنجوم الساطعة والقمر باستخدام ألوان لامعة أو جليتر في الشادو والآيلاينر، وكمان ممكن تضيفوا ستريس. أما الشعر فيفضل أن يكون تصفف بطريقة مناسبة، ممكن مرفوع شنيون عالي أو واطي، مع اختيار الإكسسوار الملائم للتسريحة إذا رغبتي. نصايح ريم ونجلة مرة حلوة، وإن شاء الله ما أنساها لأنهم ما شاء الله ما قصروا. كل واحدة فيكم عندها في غرفتها الخاصة مجموعة ملابس لازم تبدعوا في اختيارها وتنسيقها. معاكم ساعة واحدة بس عشان تجهزوا للوك الأول. صراحة أنا توترت، يعني ساعة مرة قليل، يعني أنا بسوي ميك اب بساعة واحدة إذا كان في عندي طلعة مهمة. فكرة إنه ساعة واحدة أطلع بلوك كامل جداً صعب. وخلال هذه الساعة المطلوب منكم تعملوا بحث عن موضوع التحدي، وكمان مود بورد تقدروا توضحوا فيها رؤية التنسيق. بعدها حتتقابلوا مع عارضات الأزياء. جاهزين للتحدي؟ أكيد. أكيد. أنا جاية وأنا جاهزة أصلاً، فأنا اللي رح أربح إن شاء الله. موفقين. تقدروا تتفضلوا. بدأت أدور في الإنترنت عن قمر العلا، قاعدة أشوف النجوم، أوتفت بشكل عام اللي فيه جليتر، الإكسسوارات، حاولت أخذ كم فكرة للأمانة، حتى كمان بحثت في ستايلات ميلا، وصراحة طلعت بأشياء حلوة. الآن قاعدة أبحث عن كيف ممكن أرتب الميك اب بحيث يكون متناسق مع اللبس اللي أنا حختاره مع الشعر.
طبعت كم صورة حطيتها على المود بورد عشان أجمع أفكاري. خلاص جمعت أكثر من صورة حطيتهم قدامي عشان أقدر أطلع بالفاينل لوك. أول ما دخلت الغرفة حق الملابس كله جليتر جليتر وإكسسوارات جليتر وكعوب جليتر، عارفين اللي أحس إيش فيه أنا فين؟ قاعدة أتفرج على الخيارات اللي عندي والحمد لله لقيت خيارات كثيرة ممكن أقدر أحطها مع بعض. ليه؟ كيف حالك؟ يوليا الموديل صراحة جداً جميلة وحتى التان حقها حلو. حلوة؟ أول لوك عبارة عن سكيرت لونها موف، حطيت عليها توب داخل فيه لون الأزرق ولون الأخضر، وحطيت فوق التوب قطعة جليتري. ما عندنا كثير وقت، يلا هنسق لك أول لوك الحين. تمام، اخترت الموديل بليزر سيلفر مع توب أسود وبانس أسود بس في زي الجليتر. هنكسر هذا الحين، يلا نجربهم ونشوف الفاينل لوك. تفضلينا. أول ما دخلت الموديل شفت اللوك كان جيد نوعا ما، يعني مو مرة. قمت سويت حركة، أخذت اللي فوق التوب حطيته على راسها وبدأت أقص الزوايد اللي طالعة وباينة ومخلي اللوك مو مرة شكله حلو. التفاصيل هذه أهم من اللوك نفسه، لأنه أي ديتيلز ما هي حلوة في اللوك ممكن تخرب لك اللوك كامل. فأنا شغلتي كستايلست أنه أنا أهتم بأدق التفاصيل قبل اللوك بشكل عام. I love it. بس ممكن شوية اكسسوارز مع هذه الهيد بيس. حبيت اللوك بس حسيت انه برضو في شيء غلط، قررت اغيره. شو رايك تجربين لي هذا اللوك؟ قلت للموديل انها تلبس الكروب توب فوق القميص عشان يبين كأنه كورسي ويعطي لوك مختلف شوي. حملي شنطة هيك. خلاص اللوك الثاني، بسيلي هذا مع نفس التيشيرت، حطي عليه ذا نفس التوب. اوكي اي لايك ات. كأننا ناقصوا شيء اكسسوارز. خلينا نشوف، اضفت لها زي هيد بيس. جربي ارفعي شعرك كأنه بونيتيل عشان بعد يبين اللوك. حلو بس ما في جليتر. ايش رايك نجرب الجاكيت الثاني؟ هذا جميل، جربي. خلتها تجرب جاكيت ثاني في جليترز وجلوي، صراحة كان ماشي مع الأوتفيت وكان حلو. حلو بس خلينا نجرب اللوك الثالث أحسن. أبغاك تقيسي لي الجمبسوت هذا. طيب جربي هذا. ستايلست باقي 30 دقيقة، أعرف إنه الوقت مو كتير بس واثقة إنكم حتتقنوا اللوكس. مع الاستعجال والوقت اللي قاعد يمشي وأنا خلاص هذا قاعد أتوتر زيادة. I love it. حطيت البلت حق الجمب سوت نفسه على شكل اكس عند منطقة الصدر عشان نسوي حركة ونغير من شكل الجمب سوت شوي. الايرينجز جرب هذا. اوكي بيرفكت. في عندنا هذه شوي. باقي الباك حختار لك هذه بس الهيلز حنغيرها. غيرت لها شوز بحيث ما يكون نفس لون الأرضية. يمكن لقيت الفاينل لوك حق اليوم. هاي مشاعل. أهلا ريم، كيف أوضاعك مع التنسيق؟ اخترنا الجمبسوت هذا لأنه مرة شايني ويذكرني بالنجوم. هو فعلاً يعني القطعة نفسها قوية. أيوة. أبغاك تشوفي إذا في مجال تكسري طلس اللي طالع من فوق للتحت. يعني تحط السيجنتشر تاتش حقك بحيث إنه ما تكون مجرد قطعة من العلاقة على الموديل. صراحة خوفتني شوي وقلقتني من اللوك اللي اخترته. هو ما عاد في وقت إن أنا أجرب لوك رابع، لذلك كان المفروض إني أصير شوي كرياتيف في الموضوع عشان أغير فيه شوي. بالنسبة للوك الثالث لبستها جينز أبيض مع توب أبيض فيه جليتر فضية، وحطيت لها جاكيت لونه سماوي. خذي الشوز البسي عشان هذا كبير عليكي. ميرفت يا ميرفت.
أجي أطمن عليك أشوف إيش سويته في التنسيق. هل هذا اللوك النهائي ولا حتعيد النظر فيه؟ حسوي تعديلات، أحط إكسسوارات. أيوة. شوز ممكن أغيره؟ أنا أنصح إنك تشوفي كيف تقدري تقوي اللوك من ناحية إنه إحنا ماشيين بورقة وقلم بنقاط التحدي فهو موجود، بس كلوك إنه يلفت الأنظار أباكي تعيد النظر كلوك رانوي. حسيتها ما هي مقتنعة أصلاً، فقلت أكيد في شيء غلط. وهنا سيف سايد مرة وحتى ستايلينج خلاص يعني بديهي اللوك إيش ممكن يكون. والشوز محتاج إعادة نظر. خلاص تمام بإذن الله. موفقة. يعطيك العافية. وياكي. شكراً. خلاص أنا لازم بسرعة أخذ موقف وأغير وأطلع اللوك بأفضل طريقة ممكنة. في الوقت اللي الستايلست بيجهزوا فيه تحدي اللوك الأول، إيش رأيك ندردش شوية أنا وإنتي؟ يلا ندردش، رغم إني قاعدة أفكر فيهم. قلبنا معاهم. أيوة والله. إنتي من الداعمين للمواهب السعودية، معروف عنك هذا الشيء، فكيف إنتي بتدعميهم؟ بصراحة دائما كنت ألاقي تشجيع من الناس اللي أكبر مني في أي مجال، في الأزياء يعني. أول مهرجان حضرته سوت لي ديزاينر مصمم العالمية السعودية إيمان العجلان، سوت لي فستان 48 ساعة. فمن هذا المنطلق حسيت أنه فعلا واجب، أكثر من أنه لا المفروض إحنا بس ندعم، لا حسيت أنه فعلا واجب كل أحد. صح. مجرد ما يطلع على عتبة واحدة زيادة أو درجة واحدة زيادة يدعم، يناظر للي توهم طالعين ويأخذهم بيدينهم. صح. يعني كل المهرجانات، كل الحفلات، كل الإيفنتس اللي رحت لها كنت دائما أصر أنه أنا ألبس من ديزاينر سعوديين. وكنت دائما فخورة بهذا الشيء، وأتمنى الكل يعني يأخذ هذه المبادرة معه. حكينا عن أحلى تجربة مرت عليك في حياتك العملية. تجربة أنه أول فيلم لي ترشح لمهرجان بنس، ومهرجان ثالث أهم مهرجان في العالم، كلموني وقالوا لي يلا في لقاء صحفي وفي ريد كاربت وفي هذه الأشياء، وأنا كنت توني بادي كأول فيلم. كانت بالنسبة لي من أكثر التجارب السعيدة، كان في دعم من المجلس السعودي، فحسيت أنه أنا رايحة أنا وحمولتي، أنا وعائلتي. عرفتي بإيش تعلمتي من التجربة هذه؟ تعلمت أنه ما في شيء مستحيل. التجارب الأولى قدرنا نطلع لمهرجانات عالمية، صار الطموح عندي ما يوقف شيء. أنا ما وصلت لمرحلة أني أبي له أوسكار، أنا بيصير عندنا مهرجان يقدم الأوسكار فيجون العالم عندنا. يعني وصلت لهذه المرحلة، عنان السماء دائما أقول. طبعا ليش لا. صار الحين وقت الميك اب والشعر، رحت عند حنين وأمينة، حابة ميك اب لوك يكون جليتري، في شمر، أوكي. في لمعة، تكون اللمعة مرة واضحة. حابة أدخل الشادو الأخضر مع الجليتر. بس الشادو الأخضر ما تحسيه ما يليق مع اللون اللي توب؟ أنا في عندي تعديل كان في بالي إنه ألبسها الإكسسوريز تكون خضراء، يعني حكسر اللون الأبيض بلون أخضر. جميل. فحابة إني أدخل إكسسوريز كده في العين. ممكن أحط لك استرسات على نهاية العين. حلو. إنه عشان نبرز اللوك حق النجوم. تمام. بس أبغاها تكون فضية. أوكي. لأنه شايف الأوتفيت اللي عندها جوا فضي. أبشري حاب. Yes. It will be very nice. والليبستيك كمان حابة يكون نود على لمعة بسيطة. وبالنسبة للشعر كيف ما هو كيرلي بس يكون مرفوع على فوق، وكل الكيرلز حقها طالعة على وجهها كذا، بحيث إنه اللوك يكون جريء. بالنسبة للميك اب أبغى يكون شيء شوي سيمبل، لأنه زي ما أنت شايفة الجمب سوت مرة مليان، فأبغى يكون ريد ليبستيك والشادو ألوان نود تكون خفيفة شوي. طيب ودك نسوي تاتش عصرية ونضيف كريستالات على العين؟ أكيد تطلع مرة حلو. تمام. والبشرة حباتها تكون مات أو جلوي؟ أبغى جلوي. شعر أبغى يكون مسحوب على وراء وبن على تحت، مو مرة مرفوعة ولا نازلة مرة يعني. كنت على أساس راح أسوي بون، بس على آخر لحظة قررت إني أحطه بوني تيل بعد ما شفت شكل اللوك مع البوني تيل، حسيت إنه أنسب. ستايلست بدأ العد التنازلي، 10
تسعة ثمانية. بدل العد التنازلي خلاص أنا لازم أتصرف. زدت على اللوك البلت الأسود، استخدمت لها شنطة صفراء مستوحاة من الصحراء العلا، وربطت لها البلت نفسه حق الجمب سوت على رقبتها بحيث إنه يصير كأنه نكلس. خمسة أسرع. توترت مرة يا دوب ألحق أخذ من هنا جمع من هنا، وكويس إني أنا أصلا مجهزة. أنا إيش هسوي؟ غيرت القميص الأزرق ولبستها قميص أبيض شفاف عليه كريستالز جراي. واحد ستوب. أشوفكم على الرانواي. جدا مبسوطة وفخورة إن أنا طلعت هذا اللوك، حسيت الكل مبسوط. لوك مشاعل حسيته بيسك، ما في كرياتيفيتي في الموضوع يعني عادي، وفي حزام بالنص. أول ما طلعت الموديل ما شاء الله الأوتفيت راضي عنه 100%. I did a great job. أنا فرمي هذا جريء بس حلو. أول ما شفت اللوك حق مربت على الرنوي جدا توترت وخفت، لأنه أنا نفسي صراحة أعجبني. شايفة نظرات لجنة الحكام ومتأكدة إنه اللوك عجبهم، لأنه أنا سويت شيء مرة حلو وأفتخر فيه للأمانة. ميرفت ومشاعل، متحمسة قبل ما إحنا نعطيكم التقييم إنه نسمع منكم عن التنسيق اللي نسقتوه. نبدأ بمشاعل. أول شيء اخترت لها الجمب سوت، بس بما إن القطعة ما فيها أي تكار أنا ضفت لها أحزام، والبلت حق الجمب سوت نفسه خليته زي الإكس من ورا وربطته من قدام بحيث أنه ما يحتاج نكلس خلاص. بخصوص الشنطة أضفت لها هذا بريسلت عشان يصير فيه حركة شوي، ما تكون قطعة عادية. شكراً يا مشاعر. نسمع منك يا ميرفت. حبيت أنه الأوتفيت يكون اليوم شارمينج جليتري، عشان كده استخدمت لها ذا التوب فول أوف جليتر مع ذا تي شيرت اللي مليان كريستال عشان يعطي جلو، ونزلت لها هو من هنا بحيث أنه يكون اللوك جريء. وحبيت أكثر الألوان فاستخدمت اللون الأخضر في الكعب الباق كمان الميكاب، وهذا أضفت هذه الإكسسوارة، هذه غيرت اللوك بشكل كامل كومبليتلي. وطبعاً الإيرينج حبيت أنها تكون طويلة بما أنه الشعر مرفوع لفوق عشان يعطي لوك أحلى للوجه. بصراحة يعني فاجأتوني أنه كل واحدة استوحت فعلاً من قمر العلا وليالي العلا بطريقة مرة مختلفة، فمرة هنيكم كل واحدة. حسيت أنها حاطة روحها في الستايل. الجمب سوت، حركة إضافة الحزام وأنك حطيت حزام الجمب سوت كنيكلس كانت يعني مرة إضافة حلوة. شعر يعني كل شيء تمام، بس أنا ماني مقتنعة بالشنطة. أول شيء حجمها جداً صغير، واللون وش جاء على بالك انك تضيفينها؟ بس حبيت اكسر اللون شوي. بس تكسرين أيه. الشنطه والله انها كسرت اللون من فوق لتحت، هي كانت مبادره حلوه، بس ماني متاكده اذا الاصفر بهذه الكميه الصغيره لوحدها كانت كافيه انك تكسري بيه. انا كنت اقدر اختار شنطه ثانيه بلون ثاني، بس حبيت الاصفر عشان اكسر وبنفس الوقت مستوحى من الثيم نفسه صحراء العلا، بس لاني كنت شوي متوتره ما قدرت اوصلهم الفكره كويس. شيء جدا رائع منك انك فكرتي خارج الصندوق. كلوك كامل من اللوكات اللي ممكن تعجب كثير ناس. الشعر مره حلو، انه كان هنا في بلينج بلينج، فهنا حلو يكون هادي شويه. اي لاف ات. حبيت الميك اب كمان انه سيمبل، لوك مره جميل. بالنسبه لي ميرفت بتفرج وانا مبسوطه، الله انا شايفه ارت قدام عيني. حبيت انك كيف دخلت الشادو الاسود كانه السماء في الليل، والسترس هو النجوم which is wow. ميرفت ولا غلطة ولا عرفت أطلع قد كده غلطة في اللوك، جملتها صراحة أسعدتني مرة.
لما قالت لها كذا توترت. يعني أنا نفسي أدخل في اللوك هذا وأخرج من اللي أنا لابسه. بيرفكت. يعني فعلياً برافو. Thank you. شكراً. ميرفت، إضافة الأخضر مرة حلوة، وطريقة أنك حطيتي القميص جزء منه من داخل ورعيتي جسم الموديل فيه والجزء الآخر من الخارج، كانت برضو حركة ذكية جداً أنك تسوينه بالطريقة هذه وتكسرين فيه الشكل البيسك. يعني الله يعطيكم العافية، وكل اللوكين حلوين صراحة، يعني أنا ألبسهم. طريقة شيء حلو، أميزنج والله. خلينا نعطيكم العلامات من 5. ميلا بصراحة أعطي ميرفت 4 و5 المشاعل. 5 من ميلا، كانت مفاجأة وصدمة بالنسبة لي. أنا كنت متأكدة إنه أنا رح أفوز، بس لما ميلا أعطت مشاعل 5 وأنا 4 هنا حسيت إنه ميرفت لك مني 5 ومشاعل لك مني 4. تعادلنا الحين، كلمة نجلة هي اللي حتفرق. ميرفت أنا أعطيتك 5 ومشاعل 4. كده ميرفت أنت الفائزة في التحدي الأول. شكرا. مبروك عليكم. مبروك عليك. طرت من الفرح، يعني الحمد لله تعبي ما راح الفاضي. مشاعل أخذتي مجموع علامات 13، ميرفت أخذتي مجموع علامات 14. أنا ما زعلت إني خسرت في هذا التحدي، الفارق نقطة واحدة. أنا متأكدة إن شاء الله ثاني تحدي نكسر هذه النقطة. وكذا يطلع لك جلسة استشارة مع ضيفتنا ميلا، حتعطيكي بعض النصائح ممكن تستفيدي منها في تطبيقك وتجهيزك لتحدي اللوك التالي. شكرا. إن شاء الله رح أسمع لكل شيء تقوله عشان أربح التحدي الثاني. التحدي الثاني طبعا أعتقد إنه ممكن يكون أسهل إذا فكرتوا فيه بذكاء، بس نبغى لوك لحضور حفل أوبرالي موسيقي في قاعة مرايا مستوحى من الأثار في العلا. التحدي الثاني حسيته شوي يشبهني، أنا ممكن أطلع لوك يشبه شخصيتي أكثر من نصيبي هذه المرة. أحس رح يكون تشالنج أكثر من الأول. بس تذكروا إن اللي فازت في التحدي الأول ممكن ما تفوز بأحلى ستايل، فلازم تبذلوا جهدكم وتركزوا عشان تفوزوا بستوديو ستايل. إن شاء الله. ورونا إيش حتسووا. يلا تفضلوا. أنا فايزة بالتحدي الأول، فهذه المرة لازم يكون الجهد مضاعف عشان أثبت نفسي وأفوز بالتحدي الثاني. متحمسة؟ مستعدة؟ جداً. معنوياتي زادت بعد الجولة الأولى. وقتي مع ميلا حيفيدني مرة كثير بحكم أنه هي عندها خبرة في هذا المجال ورح تكون قيمة مضافة. أنا من وجهة نظري أنه كحفل أوبرالي أول شيء مثلاً حطي ببالك إيش الألوان اللي تناسب سهرة ليل، أنت رايحة تسمعين ميوزك، يعني رايحة تستمتعين، فمو حفل أنه تلفتين نظر. فقد ما نقدر يكون كذا بسيط. قصدك بسيط وجذاب في نفس الوقت. إليجنت. أحاول منها أني أخذ يعني كم معلومة تفيدني بزيادة، تغششني شوية تركات. صراحة الأسود هنا حلو وهذا مرة كلاسيك، بس أنت كستايلست يعني أكيد لك لمساتك الخاصة. إن شاء الله نطلع بشيء حلو. إن شاء الله يا رب. لا واثقة فيك. خلصت مع ميلا وبدأت أسوي بحث عن الإكسسوارات، عن مرايا العلا، أخذت كم فكرة عن الثيم. كان ببالي شيء كلاسيك، لقيت أشياء كثيرة على النت، جمعت أفكاري وحطيت الصور اللي ممكن أستوحي منها. لين يلا يا روحي حتجربي هذا ومع هذا الباك وهذا الشوز. اوكي يلا معاك. تقيسين لي هذا فانس مع عطيك تجربيهم، خلينا نشوف فاينل. اللوك الأول فستان أسود مرة سمبل، ما في جليتر ولا حاجة، كان سادة وكان مفتوح من الجنبين. قربي شعرك. حطيت لها الطوب على رأسها كان فضي. ماشي حاله حلو، بس نقي نجرب الثاني. أوكي
حسيت اللوك الأول ما قدرت إني أحط تاتش كثير عليه، كان مرة سيمبل، فاتجهت للفستان اللي لونه أزرق من تصميم خول العيبان. يلا ألبس هذا الشوز، ترجعي بعطيك الإكسسوارز. أول لوك لبستها بانس لونه أسود وركبت معه بونشو مع حزام أسود عشان أحاول أبرز شوي خصرها. حلو بس ناقص شيء. جربي مع هذه الباك، عطيتها الشنطة برضو ما عجبني، لذلك قررت إني أغيره. ما في تجربي لي هذا مع هذا الشوز. الله حبيت لفي شوف، البسي هذا عليه اشوف. جربت فوق الفستان الازرق جاكيت الاسود اللي في جليتر من ورا كذا نازله، لا اعطيني اشلحي ما حبيته. خذي الباق معاها. لفي حبيته بس مو مرة حلو. خلاص نجرب اللوك الثاني. فساتين خول العيبان عجبتني فاخترت برضو اللوك الثالث من نفس تصميمها. هذا البسيه مع هذا الكعب. اللوك الثاني عبارة عن فستان مليان جلتر. طب تجربي تلبسي هذه معه. ضفت له جلوفز لونه بينك. أبغاك تجربي لي هذه، حسيت إنه في شيء غلط، جربي هذه، معي هنا، ليش؟ حتى مع البلت اللي أضفتها برضو ما عجبني اللوك، يلا جربي ثاني، أبغاك تلبسي هذا الهيلز، أوكي، خلينا نشوف. مرفت مشاعل عدى نص الوقت. صراحة دخلت نجلة وترتني مرة، أحس خلاص ماني عارفة إيش أسوي، أخذ الشنطة أحطها رجع أخذ سكار. أبغاكم تنجزوا أسرع وأسرع. مع الاستعجال والوقت اللي قاعد يمشي حسيت بالسترس وما كنت قادرة أشتغل تحت الضغط. باقي 20 دقيقة، أبغى أشوف إبداعاتكم. حلو. دقيقة أجيب لك شيء. ناقصه هذا، حطي هذا يدك شو. نزلي. ممكن أستخدم هذا بس ماني عارفة كيف حيكون، بشوف له طريقة. ممكن أحطه كذا هنا، قفل فيه. الشعر في جليتر حطيته على رقبتها وسويت حركة بالفستان كمان لأنه اليد حقتها مرة طويلة، فرفعت لها هي على فوق زميتها وحطيت لها الدبوس من تحت فطلع شكلها مرة حلو. Okay, I like it. تيلي معاها هذا. Okay. جرب هذه. جربتها أحط لها قبعة حمراء، بعدين حسيت إنه لا too much وما حيناسب الثيم وأبغاه شوي كلاسي. حطيت لها هيد بيس مع شوز لونه ذهبي وكمان الشنطة لونها ذهبي، كلها استوحيتها من صحراء العلا. يمكن لقيت الفاينل لوك حق اليوم. وأنا قاعدة أجهز الموديل حقتي وخاص أنا مستعجلة أصلاً مع الستريس، أطالع في مشاعل ألقاها ملبسة الموديل نفس اللون اللي أنا اخترته للموديل حقي. شوي توترت، يعني حسيت إنه أنا فروض أغير، بس خلاص راح أكمل على اللي أنا مشيت فيه. الميك اب اعتمدت اللوك السموك الايز مع الشادو الفضي. انا اقترحت للميك اب ارتست انه يكون شوي في تاتش بالشادو، يكون في زي ورقه ذهب على الجفن بحيث انه يعطي شوي لوك صارخ. I wanna be, I wanna be, I know I'm gonna be, I know I'm gonna be, yeah.
وبالنسبة للشعر اعتمدت اللوك اللي يجي في فرقة من النص ومرة أملس من قدام، وسوينا البوني وراء اللي هي مربوطة كذا. الشعر حبيت إنه يكون مرة سيمبل وملموم من قدام عشان يناسب وجه الموديل. مرحبا، يعطيكم العافية بنات. الله يعافيك. ممكن تفتح عينك؟ طالع فيها شوي. بالنسبة للزوايا أنت حباها تكون كذا ناتشرل؟ أيوة. أوكي. بخصوص الليبستيك إيش رأيك يكون لون على بيتش شوية، ما هو أحمر؟ أي ممكن، لأنه أنت أوريدي خلاص هنا مرة اللون قوي، فيفضل أنك أنت تخفف الرود يطلع أروق، لأنه أوريدي التركيز على العيون. أوكي. نصيحة نجلة خلتني أتفادى أخطاء. إيش ناوية تسوي؟ شايفتك ماسكة شيء في إيدك، خير؟ هذا حابة أسوي فيه على رأسها أو على شعرها كذا حركة زي كذا مثلاً. إيش رأيك؟ أحس إنه هذه غطت جمال العين. ممكن. يعني هو ممكن يكون في حل زي كذا مثلاً، ترفعها تقلبها، بس إنه تفضل فيها كذا طول الوقت، خصوصاً هي رايحة تحضر وتشاهد. صحيح. شيء. يضايق إن هي حاطة شيء على عيونها، يعني ما هو مرة منطقي. نصيحة نجلة صراحة في محلها، وفي الأخير يعني قررت إني أحطه على رأسها، خليته نازل وبعدين ترفعه. ميلا إنيشيتيف أو مبادرة كرييت العلا، ممكن بليز تشرحي لنا إيش علاقتك بالمبادرة هذه وإيش المبادرة أساساً؟ هي مبادرة تابعة لوزارة الثقافة من فيلم العلا. كرييت العلا وهو برنامج أو مبادرة قدمها فيلم العلا، تجمع بين الفن والفيلم. الفن بصفة عامة، والسنة هذه أنا صرت امباسدر للفاشن. واو. أبدمج بين الفيلم والفاشن شيء جدا مهم، فمستحيل يضبط كاركتر إذا ما كان كامل، الهيئة كاملة، لبسه، يمثل أي حقبة زمنية، الأشياء هذه جدا مهمة. أنا ما أتصورين قديش ساعدتي. ليش؟ لأنه إحنا بنشوف بنتعرف على ستايلز جديدة في المواهب وموجودة، ولكن ما نعرف فين نلاقيهم، فالمبادرات قاعدة تساهم إنه يحطهم في الأماكن الصح. في حوارنا عن قطاع الأزياء وقد إيش بيخدم قطاع السينما، لما تحضري مهرجانات عالمية أو محلية، هل بتلجأ إلى ستايلست أو منسقين مظهر، ولا بيكون اجتهاد شخصي من طرف؟ بصراحة إيه، دائماً أكون على تواصل مع ستايلست، وغالباً يعني الستايلست تكون من إمكانياتها ومن الأشياء اللي هي تريحني أنا فيها إنها تمشي على ستايلي، بمعنى أوكي. إنها تخليني مواكبة بنفس الوقت ما تفرض رأيها، لأنه في النهاية شخصياتنا ما نبغى نفقدها بتواجد الستايلست. طبعاً، وما حتكوني مرتاحة أساساً. أكيد طبعاً، ولا نقدر نستغني عنهم. وقت الدعوات المهرجانات الواحد يكون مدوش، مو عارف يعني يروح يدور لبس ولا يكلم ديزاينرز ولا يروح يجهز ميك اب ولا، فأكيد إنه اعتمادنا بعد الله يعني الكلي على الستايلست، فاحتياجنا لا غنى عنهم الحقيقة. أبداً أبداً. بنات 10 9، الوقت كان قاعد يخلص وأنا لسه باقي قاعدة أحط اللمسات الأخيرة. 6 5 4 3 2 1، خلص الوقت. لوك خلاص جاهز وكامل، ready for the runway. أول ما طلعت الموديل انبهرت من جمال الفستان مع الإضاءة، بين الجليتر اللي في السكارف اللي على الفستان، وأطالع في لجنة الحكام أشوفهم هم كمان مبسوطين زيادة. ميرفة تبدعت باللوك، المنافسة جدا قوية. وأنا أشوف فاينل لوك على الرنوي فعلا واو، حسيتها جدا متناسق. اللوك حق مشاعل مرة عجبني للأمانة، ومرة كرييتيف. صحيح أنا وميرفت اخترنا لون أسود، بس كل واحدة مننا حاطة التتش حقها فيه. أحس حتكون النتيجة متقاربة. فعلا ماني عارفة مين راح يفوز. الحقيقة الإطلالات لامعة، وإنتوا نجوم هذا الإبداع.
حابين إحنا كلجنة تحكيم نعطيكم تقييم، بس قبلها حابين نسمع منكم. اعتمدت على فستان أسود كلاسيك، حطيت لها الحبال الذهبية هذه، غيرت شكل الفستان بنفس الوقت الموديل غطت صدرها، واستوحيت هذا الشيء من العقال المقصة. أضفت لها كمان الجلوفز، حسيت إضافة حلوة بدل أحط شيء اعتيادي بريسلت أو شيء، حسيت كذا أحلى. واستخدمت لها الهيد بيس هذه ماتشنج مع الإيرينجز، حطيت لها لمعة الذهبية هذه عشان تعطي شوي حدة لللوك. شكراً يا مشاعر. ميرفت، لوك اليوم عبارة عن دريس، شايفين الجليتر اللي على الدريس وعلى نهاية اليد، وبالذات هذه ضفتها عشان تعطي انعكاس المرايا مع الآي شادو اللي مسويته في عيونها، يعني تعمدت إني أحط جراي في النص. أنا مرة صراحة محتارة، أول شيء أنتم فايزين بقلبي خربتي يعني كذا. مبسوطة انبسطت مرة، يعني الكومنت مرة صراحة دخل قلبي أنا كمان. مشاعل طريقة تغطيتك، ما استخدمتي قماش أو قطعة، أي قطعة لا، رحتي حطيتي حبال، حطيتي لمستك، متأكدة أنه أنت حاولتي قد ما تقدرين تطلعين بأفضل نتيجة، والحمد لله طلعتي بأفضل نتيجة. تعليق ميلة جدا أسعدني. أنت تغطي منطقة أوريدي مكشوفة في القطعة الأساسية، شيء حلو. يمكن لو أنا صممت القطعة هذه ما كنت حصممها بهذه الطريقة في الصدر، but given المعطيات اللي كانت أمامك it works وعاجبني. مشاعل بالنسبة للميك اب حبيت فكرة الورق الجولد و it's very artistic، بس I think it's too much على الثيم. أنا كنت حابة الميك اب وحسيته إضافة حلوة للفستان بما أنه سمبل. مرفت اللوك جدا رائع، ما أكذب عليك حسيت شوي هذه ما راح أقول مستهلكة لأنها دارجة حاليا، ولكن أتمنيتها تكون أطول من الخلف، بس فكرتك مرة واصلة مرة واضحة. مرفت حبيت فكرة أنك أنت حطيتي الطرحة، حبيت الفستان، عجبني برضو الميك اب، أحس لو كان أخف شوية يطلع حلو، بس حبيت سحبة العين، حبيت اللوك هذا اللي كده فيه دراما. I'm the queen of drama, darling. كويس إنك خليتيها ترفع الغطاء عشان نقدر نشوف الدراما. وحبيت الشعر، كل شيء، يعطيكم العافية، تسلمي. ميرفت اللوك حقك جدا ناجح، الآي ميك اب مرة حلو، أنا حبيت اللوك ككل، بس الشيء الوحيد لو أقدر أغيره هي الشنطة. ما حسيت إنها هي متماشية مع الستايل اللي إحنا ماشيين فيه في اللوك، في عندي خرز. بالحقيقة صراحة كنت حلبسها أسود، بس قلت خليني أكسر اللون، بس يمكن كان اختيار مو موفق. العارضات وميرفت ومشاعل شكرا لكم، احنا نستأذن منكم نحتاج وقت عشان نتشاور شوية، تفضلوا. اللي عملته مشاعل انا مرة عجبتني الفكرة، وبينت انها كأن هي قطعة من الفستان. اي على فكرة هي عملت رفعتهم عشان تديها فوليوم معقول ويقصر الطول، برضو عملت نقلة في الإطلالة. والله ما أعرف كستايلست هل أنا بثق أسلمك حدث قادم لي أظهر أنا باعتمادي الكلي أنك أنت بتنسقين لللبس؟ صراحة هذا تقييم راح يكون على هذا الأساس. ممتاز، نسجل طيب العلامات. متهيألي صار جداً واضح من اللي فاز في التحدي هذا، إنك تستنى النتيجة شعور يخوف وبنفس الوقت حماسي، أنا فزت ولا لا؟ ستايلستس واضح جداً إنكم أنتوا تحديتوا نفسكم بشكل مرة كبير في التحدي الثاني، بذلتوا كل طاقتكم وحقيقة بان في النتائج النهائية. من هذه المنصة بيلمع اسم ستايلست واحدة قدرت تلفت نظرنا بلوك كامل متكامل بالميك اب والشعر والملابس، واستحقت لقب أحلى ستايل بجدارة. قلبي قاعد يدق. والنتيجة للتحدي الثاني هو خلاص يا أخي نبغى نعرف ضيعونا. تعادل 12 لمشاعل و12 نقطة لميرفت، لكن لو جمعنا التحدي الأول والتحدي الثاني ما حيكون تعادل للأسف، في واحدة بس اللي فازت، المجموعين 1-26 و 1-25. ألف مبروك ميرفت. أيوة.
فعلا قدرتي تقنع الحكام في المرحله الاولى والمرحله الثانيه بعد، ابدعتي صراحه. الفرحه ما تسعني، ولي شرف اني انا اكون جزء من هذا البرنامج الجميل. في استوديو ستايلي ما في احد خسران، اكيد احنا كسبنا حضورك معانا ومشاركتك يا مشاعل، وبنتمنى انك انت تكوني كمان اكتسبتي مهارات جديده في مجال تنسيق المظهر. استفدت من خبراتكم كثير الحمد لله، وطلعت اشياء ما توقعت اني انا ممكن في يوم من الايام اطلعها. جدا ممتنه وسعيده ان في برامج للفاشن قاعده تعطينا فرصتنا احنا كسعوديين نبرز في هذا المجال. ميفت صراحه جدا بدعت باللوك الاول وباللوك الثاني، فاشوف انها تستاهل تفوز. انا ابغى منكم طلب الثنتين، ابغاكم تساعدوني في ستايل لحدثين قادمه. اكيد باذن الله. هذا ان شاء الله والله حبايبي. هذه فرصه مره حلوه ومره مبسوطه صراحه انه انا راح اسوي ستايلينج لميلا، اصير ستايلست لميلا. Yes, amazing. Thank you. Well, I deserve it.